السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد يسري وأنتم بتتفرجوا على ماركتينج بيزكس. النهاردة هنتكلم عن الليدرشيب أو إيه هي أنواع الليدرز. الموضوع ملوش علاقة بالماركتينج قوي، بس إحنا لما في آخر الحلقة هنعرف إحنا ليه بنتكلم عن الليدرشيب وإيه علاقتها بالماركتينج. طيب الليدرشيب التعريف البسيط بتاعها، إن الليدرشيب هي قدرة فرد معين إن هو يقود مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف واضح أو هدف موجود. ده التعريف البسيط. طيب الكلام والتفاصيل هنجيبهم منين؟ الكلام والتفاصيل هنجيبهم من راجل اسمه كيرت ليون. ده راجل عالم نفس راجل امريكي من اصل الماني او الماني من اصل امريكي، ايا كان. الراجل دوت في 1939 اتكلم عن الليدرشيب واتكلم عن الليدرز. قال ايه؟ قال ان في اربع انواع من الليدرز. الاربع انواع دولت هما بالتدريج كده: حاجه اسمها اوتوكراتيك، حاجه اسمها ديموكراتيك، حاجه اسمها ترانسفورميشنال، حاجه اسمها ليسيفير. هنتكلم عن كل واحد بالترتيب وهنعرف مميزات وعيوب كل واحد، وده يتحط فين وده يشتغل فين. طيب بالنسبه للاوتوكراتيك ليدر، الاوتوكراتيك ليدر ده الراجل الديكتاتور، الراجل اللي بيشتغل لوحده بدماغه لوحده، بس بياخد قراراته لوحده، بياخدها قرارات سريعه، ما بيتواصلش مع الناس التانيه، بيدور على الاخطاء في الشغل بتاع الناس التانيه، عنده كلير فيجن وعنده فيجن واضحة أو رؤية واضحة للحاجة اللي هو عايزها، بس ما بيعرفش يتواصل مع التيم بتاعه ويوصل لهم الفيجن اللي هو عايزها. ده الراجل دوت حاليا يشتغل فين؟ ممكن يشتغل في بيزنس مثلا بيتحول من بيزنس فاشل أو بيزنس من فشل لنجاح، فعايزين راجل عنده الشجاعة والإقدام، راجل إن هو ياخد قرارات وعايزين القرارات بتاعته سريعة، ممكن يشتغل في الحتة دي. غير كده الموضوع صعب. ده بالنسبة للأوتوكراتيك، قرارات سريعة، كوميونيكيشن قليل بينه وبين الناس التانية، هو اللي بيفكر بس والناس التانية ما بتفكرش. التيم بتاعه غالبا بيبقى مش سكيلد وما عندوش اكسبيرينس وما عندوش نوليدج، تيم بيبقى على قده او هو شايف ان هو تيم على قده، فمبقاش في تواصل بينه وبين التيم بتاعه. ده بالنسبة للأوتوكراتيك. طيب اتكلم عن الديموكراتيك ليدر. الديموكراتيك ليدر هو راجل معاه تيم، التيم دوت كويس، ما عنده نوليدج، عنده سكيلز، عنده اكسبيرينس كويسه، بيحصل تواصل وبيحصل كوميونيكيشن كويس بين الناس ديت. القرار ما بيتاخدش بسرعه، القرار بياخد وقته عشان يتاخد. الراجل ده امتى يشتغل؟ الراجل ده بيشتغل لما انت يبقى معاك ناس بتفهم او ناس عندها اكسبيرينس او سكيلز كويسه. لما يبقى انت عندك ناس عندها انت عايز تعلي عندهم احساس الاونر شيب، او عايز تحسسهم ان هم اللي لهم قيمه، فبتتواصل معاهم وبتاخد ارائهم وممكن تنفذ ارائهم ديت لو هي تناسب لصالح العام. المشكله في الليدر شيب بتاعت الديمقراطيك ان القرارات اللي بتحصل ديت او القرارات اللي بتتاخد ممكن قرارات تاخد وقت طويل عشان تطلع نتيجه النقاش الفكري، وممكن لو انت عندك وجهه نظر مثلا مختلفه وانا عندي وجهه نظر يحصل كلاش ما بيننا، والكلاشات الفكريه دي بتسبب مشاكل بين افراد التيم وبعض. طيب ده بالنسبه للترانسفورميشنال ليدرز. الترانسفورميشنال ليدرز دول الناس اللي بنشوفهم في الافلام، ناس كاريزماتيك، ناس عندهم فيجن واضحه، ناس عندهم دايركشن او اتجاه واضح، بيقدروا يتكلموا معاك بطريقه كويسه. الكلام الانجليزي كله بقى اللي هو شكله حلو ده بنلاقيه عندهم، اللي هو مثلا الانسبيريشن والموتيفيشن والانتلكشوال ستيميوليشن، الالهام بيلهمك، الموتيفيشن بيقدر يحفزك كويس، بيقدر يخليك تطلع افكار من دماغك، افكار ابداعيه وافكار كويسه. الراجل ده طبعا ما بيشتغلش مع اي حد، الراجل ده بيبقى عايز له تيم، التيم بتاعه بيبقى سكيلد، هايلي سكيلد، وعنده نولج واكسبيرينس عاليه جدا، وناس تقدر تطلع منهم كرييتيف ابروتشز او كرييتيف ايدياز كويسه جدا. الراجل ده بيشتغل فين؟ بيشتغل في مؤسسات بيبقى عندها فيجن قويه، مؤسسات بتسبورت الفيجن وتسبورت اللونج تيرم اوبجكتيف. هو راجل عايز يشتغل وياخد وقته ويتواصل مع الناس ويتواصل مع البارتنرز بتوعه عشان يطلعوا احسن حاجه. في مشكله في الترانسفورميشنال ليدر ده، ان الراجل ده ما بيهتمش بالتفاصيل. هو يعني ايموشنال، عنده ايموشنال انتليجنس عالي جدا، بس ما بيهتمش بحته التفاصيل دي. يبقى اختصارا الترانسفورميشنال ليدر ده راجل كاريزماتيك، راجل موتيفيشنال سبيكر، راجل عنده الايموشنال انتليجنس عالي، راجل يقدر يعمل لك انسبيريشن، راجل يقدر يعمل لك موتيفيشن كويس، راجل يقدر يطلع منك او يعصر منك الافكار الابداعيه او الافكار اللي تجيب فلوس واللي تجيب بومنج عالي. هو ده الترانسفورميشنال ليدر، عنده مشكله ان هو ما بيهتمش بالتفاصيل. اللي بعد الترانسفورميشنال ليدر حاجه اسمها ليسيفير ليدر. ايه الليسيفير ليدر ده؟
اللي سي فير ليدر ده مبدأ في الاقتصاد اسمه عدم التدخل، او اللي بيقولوا عليه الهاندس اوف، ان انت بترفع ايديك ما بتتدخلش. الموضوع امتى؟ انت بقى مش عندك تيم، انت عندك اكسبرتس او عندك خبراء. الخبراء دول كل واحد خبير في المجال بتاعه، خبير ماركتينج، خبير فاينانس، خبير اتش ار، ايا كان. الناس ديت انت بتسيب لها الفيلد كله ان هي تلعب فيه وتاخد القرارات هي، انت ما بتاخدش القرار، انت حتى التيم ممبرز اللي عندك هم دول اللي بياخدوا القرار. طيب انت بتعمل ايه؟ انت بتجايد الناس ديت، وبتشوف لو حد طلع بره المين اوبجكتيف او المين استراتيجي اوبجكتيف بتاع الشركه، بتقومه وترجعه للمسار الطبيعي. بس هو ده، غير كده لو الناس شغاله كويس والناس بتطلع قرارات كويسه، انت رافع ايدك ما بتتدخلش. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الاوتوكراتيك، بنتكلم على الديموكراتيك، بنتكلم على الترانسفورميشنال، بنتكلم على الليسيفير. التدرج بيبقى نتيجة التيم اللي موجود. التيم اللي موجود بور غالبا اوتوكراتيك، انت بتاخد كل حاجة وبتصلح كل حاجة وبتحط ايدك في كل مراحل البيزنس. التيم اللي معاك كويس ممكن تجيب له ممكن تجيب له قائد ديمقراطي يتشاور معاه ونطلع بالنتيجة، وانا وانت لو اختلفنا ان القرار الصح هو اللي هيتاخد. التيم اللي معاك بقى تيم كويس ومتعلم بقى وبيتكلم انجليزي حلو والكلام الغريب ده، لا، تجيب له ترانسفورميشنال ليدر، يبقى راجل بيبقى فيه موتيفيشن وانسبيريشن، ويبقى فيه ايموشنال انتليجنس، يبقى فيه انتليكشوال ستيميوليشن، كل الكلام الانجليزي ده تخش تترجمه يطلع لك حاجات كويسه، هو ده الترانسفورميشنال ليدر. راجل ما بيهتمش بالتفاصيل، فانت كتيم ممبر مش عايز اكتر من كده. الموضوع بيبقى كويس جدا، بس عايز ناس knowledgeable، عايز ناس experience عالية، عايز ناس عندهم skills قوية. اللي سي فير، انت راجل expert، انت راجل موجود كتيم member expert، راجل بتاخد قراراتك في التيم بتاعك، بتاخد قراراتك اللي بتخص الفيلد بتاعك كويس جدا. الليدر بتاعك هو بيوجهك لو انت طلعت بره المين strategy objectives. لو ما طلعتش بره المين strategy objectives، مفيش اي قيود عليك، يعني ممكن الاسترس عليك يبقى عالي لان انت اللي بتاخد القرارات ديت، بس قيود عليك ان انت تشتغل مفيش. طيب احنا بنتكلم عن الليدرز ليه؟ بنتكلم عن الليدرز لان في الماركتينج حاجه بتقول لك ان انت لو انت اورجانيزيشن او مؤسسه وعايزه تعمل جروس، ناس عايزه تنمو. طبعا في الفيلد اللي احنا فيه دوت، او في الماركت اللي احنا فيه دوت، منتجات كتير شبه بعض، شركات كتير شبه بعض، خدمات كتير شبه بعض، فمش سهل ان انت تنمو. فانت لازم شركه تسبورت الانوفيشن او تسبورت الابداع او الافكار الجديده، او يبقى فيه يعني زي ايه بيقولوا عليها ايديا بول، حمام افكار بيبقى موجود من الموظفين وبيبقى موجود من الناس دي. مين اللي هيعمل الكلام ده؟ مين المودريتورز، او مين اللي هيدور الكلام ده، ومين اللي هيغرز الكلام ده في الناس اللي تحت عشان تطلع افكار وعشان تطلع حاجات ابداعيه تخلي الشركه تعملها، والشركه يعني الشركه بتفلتر الافكار ديت وبتشوف المناسب منها وتعملها. فانا لازم ثقافه الانوفيشن او ثقافه الابداع او الابتكار ديت انميها عند الناس اللي عندي. مين اللي هيعمل كده؟ الليدرز بتوعي. فانا بختار الليدرز المناسبين للمكان عشان الليدرز دول ياخدوا من التيم اللي موجود فيهم اقصى حاجه، ولو في افكار ابداعيه او افكار جديده او افكار بتسبورت الجروس بتاعك بشكل مختلف عن السوق، حلو قوي، اخد الافكار دي واشتغل عليها. لو هي تتطبق، ينفع تتطبق، سكيلابل، اقدر اطبقها واعمل جروس حلوه. بس شكرا، والى اللقاء في حلقه جديده من ماركتنج بيزكس. شكرا واللقاء.